السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا ابو عبد الله؟ الله يبارك فيك، اتفضل. الله يخليك. اول سؤال شيخ مصطفى، نعم. علامات حسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة أن تكون تعمل صالحا في حياتك، وتموت على الطاعة، تموت على طاعة الله. من علامتها أن تموت يختم لك بلا إله إلا الله، يختم لك بصلاة، بتلاوة قرآن، بشهادة في سبيل الله. هذه علامات. وإلا في التأصيل سيرتك طيلة حياتك الحمد لله إن كانت خير، ومت فإن شاء الله مت على الإسلام، إن شاء الله مالك للخير. نصيحة بقى يا شيخ مصطفى، إيه؟ يجلس يعني للأسف يعني يجلسون على المقهى، يعني الناس من سنهم من بين 60 إلى 70، إيه؟ ويسمعون النداء حي على الصلاة حي على الصلاة، ولا يقومون للصلاة مع إن بينهم وبين المسجد 20 متر. هؤلاء ضائعون والعياذ بالله. الحمد لله الذي سلمنا منهم، تركوا بيوتهم، يترك امرأته في البيت وحدها، ويترك الأولاد في البيت مع البنات مشاكل، ويرجع لامرأته الساعة 12 ليلا أو 1 ليلا، ينام كالجيفة، ويصبح الصباح يقوم الساعة 8 9 على الشغل. ولا دين ولا إيمان، ولغو وضياع، ويشتكي من الناس. يا أخي قم اشتغل شغله، كل اربح من الحلال، وسع على أولادك، ريح بدنك حتى من التعب. لكن الحمد لله الذي سلمنا من شرهم، هذا فضلا عن تضييعهم فروض الله سبحانه وتعالى.